الكابتن حسين لبيب قال حاجة عايز أعلق عليها، بس أنا محتاج وأنا بتكلم عن الحاجة دي أجيب لكم مستندات. يعني مثلا هنكتب كده حسين لبيب، ركز معايا بس، حسين لبيب حصلنا، أنا ببحث معاكم أهو، حصلنا على فلوس كهربا بالدولار، تمام؟ ماشي. ده في الحوار اللي اتكلم فيه الكابتن حسين لبيب بالأمس وأكد إن الفلوس بتاعت كهربا جت بالدولار. لما تروح ليوم 29 فبراير 2024 هتلاقي اليوم السابع كتب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يعلن عن استلامه لقيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأبيض السابق ولاعب الأهلي الحالي في حسابه الرسمي والتي تبلغ قيمتها 2,476,000 دولار و389 دولار. وأكد مجلس الإدارة في بيان رسمي على إنهاء الملف بالكامل ويزداد الستار عن القضية بعد استلام المبلغ الغرامة بالكامل في حساب النادي الرسمي اليوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024. تمام تمام. بعد كده أغلق الموضوع، عشان كده بقول لك إيه، الموضوع عايز هدوء. أغلق الموضوع إلى أن فتحتنا وقلت إني فلوس كهربا بالجنيه المصري، وانفردت بده وقلت إن كهربا سدد المبلغ الأولاني 38 مليون، ولو في غلط صححولي، وفي قسطين ب 16 و16 لم يتم دفعهم حتى الآن. واخد بال حضرتك؟ الدكتور حسام المندول حسيني عضو مجلس النواب المحترم وأمين صندوق نادي الزمالك خرج مع إبراهيم فايق، بسلسل لك أهو، خرج مع إبراهيم فايق وقال يا جماعة الخير إحنا الكلام اللي بيتقال إن ما حصلناش على الفلوس وقاعد قسطين، ومن المفترض آخر قسط كان في شهر 5 ولا 6 اللي فات، هذا الكلام عاري تماما من الصحة، وإن إحنا خدنا 69 مليون أو 70 مليون إلا، وبالإضافة إلى شيك ب7 مليون جنيه، وضلع ورقتين مع إبراهيم فايق، ورقة بالمبلغ اللي دخل اللي هو الكبير، ورقة بصورة شيك، ورقة بالمبلغ اللي دخل ورقة بصورة الشيك. وطلعت بعديها قلت يا جماعة لا كلام بعد كلام الدكتور حسام المندوق الحسيني، وعرضنا الشيك. يعني هنا بص حضرتك اهو علشان بس تبقى الدنيا واضحة، تعالى كده نروح علشان الكلام ده مهم جدا، وركز معايا ركز معايا، بص تعالى كده هنا ونكتب اهو مع بعضينا، كم حد يقول لك عبد الناصر لا بيتآمر ولا ما بيتآمرش. بص اهو شيك كهربا، انا اهو بعمل لكم الفقرة دي على الهوا للزمالك اهو، شوف بعمل لك بحث اهو انا وانت معايا، واخد بالك انت اهو، ونروح نسمع السيد المحترم الدكتور حسام المندوه الحسيني وهو بيقول لك الموضوع اهو. بص اهو وعلي لك الصوت حضرتك عشان تسمع كويس معايا. كهرباء، غرامة الكهرباء تم تحصيلها بالكامل من جانب نادي الزمالك بالكامل فعلا ولا بالقسط بالمصري ولا بالدولار؟ طيب خلينا ناخد الموضوع واحده واحده. اسمع معايا موضوع كهرباء عشان برضه نطمن الناس ان اي حق من حقوق نادي الزمالك استحاله نفرط فيه، بس ناخدها بجد، يعني ما يبقاش ما يكون بيطلع مننا نفس الكلام، قصدي ايه بس بجد يعني ماشي. طيب كهرباء دي مشكله من 2019 مش اول امبارح، نادي الزمالك ما تحصلش عليها غير في وقتنا احنا، ده رقم واحد. رقم اثنين،
موضوع سعر الصرف بتاعك ان تاخدها بالدولار او تاخدها بالجنيه المصري، هي ما كانش هيفرق احنا معانا كمؤسسه يعني شبه مؤسسه حكوميه يعني، لان احنا في الاخر بنتعامل بالدولار بسعر الرسمي للجنيه للدولار اللي هو كان ساعتها لما اتكلمنا كان حوالي 31 جنيه تقريبا يعني. فبالتالي احنا النقطه دي مهمه. اتفضل. النقطه حاجة بتقولها دي مهمه. انه الناس بتتخيل سعر الصرف وقتها في السوق السوداء، وهم الناس واخده بالها ان انت كنادي لا استطيع، انت مستحيل تعمل كده، انت كلبوش فيها حبيبي. برافو عليك. كلبوش فيها. فانت لما هتاخد نفس الرقم بالظبط، هتاخد نفس الرقم اللي موجود كده كده في البنك بالظبط. هترجمه لكده، فيقول لك طب انت هتعرف توفر دولار؟ اقول لك الخطوط الاولاني افتكروا 2.5 مليون وفرنا الدولار. فاذا دي ما كانتش نقطه، مساله توفير العمله كانت متاحه بالنسبه، عارفين تعملوا كده من خلال عارفين نعمل اللي في اللي بالظبط، لان من خلال اللي جينا عمال موجودين ولا في احتياج شديد للموضوع ده. ماشي. فدي كانت النقطه اللي ما تعطلش موضوع بقاله 5 سنين ان احنا نجيب فلوس بقى للنادي. 5 سنين فلوسه ما جاتش، احنا جبنا الفلوس دي. رقم 2 ده خلاص اول نقطه. رقم 2 احنا بتقال دخلناه بالقسط. احنا خدنا بسعر باعلى سعر للجنيه المصري ساعتها، باعلى سعر للجنيه المصري لغايه يوم السداد. يعني مش مثلا من شهر فات لغايه يعني 23 في الشهر. اخدناه 29 بالمناسبه. 29 هتاخد معانا مستندات في المسائل لو موجوده. 29 في الشهر لغايه يوم 29 احنا محققين السعر النهارده كام وجبنا الفلوس دي. مش عايز اكتر من اللي انت سمعته. ثم بعد ذلك عرض ال 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 اول تحويل اتعمل منه بص. الرقم على جنب كده ده من محمود سليمان. محمود سليمان دوت هو محمد في كهربا. هو كهربا. هو كهربا. بص حضرتك تعالى كده مع حضرتك لملف تاني. هو ملف ايضا لو محمود سليمان. بص ادي اهو الدكتور حسام المندور حسين امين الصندوق المحترم اهو شايف ادي اهو ادي التحويل اهو بالجنيه المصري اهو. وزي ما انت سمعت محمود سليمان محمود عثمان لا يعنينا. وستين و تعالى بقى لاهم حاجه على كم بس الكابتن حسين لبيب يعني بيقول لك مش عايز اسكت لحد. طب حضرتك رد علينا على اللي انت قلته اهو. بص حضرتك اديك شفت المبلغ اللي داخل بالجنيه المصري وراح عرض الدكتور حسام المندور حسيني اهو في 10/4/2024 من البنك الاهلي المصري محمود عبد المنعم عبد الحميد سليمان اللي هو حول الفلوس. محمود عبد المنعم عبد الحميد سليمان إلى نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ كام؟ 7,664,236 أهو آدي أهو آدي أهو. ده بالجنيه المصري والتحويل الكبير الأولاني بالجنيه المصري. الكابتن حسين لبيب في الحوار اللي قال مش عايز كنت فيه لأي حد وزعلنا مش عارف ليه يعني من غير أي مناسبة وإحنا فرحانين معاه وفرحانين ليه، قال لك حصلنا على فلوس كهربا بالدولار. حصلنا على فلوس كهربا بالدولار. أدي المستندات بتقول بالمصري والكابتن حسين قال لنا بالدولار في الحوار. واخد بال حضرتك أهو. أنا بحب أتكلم بالمستندات. أنا مش عارف هو الكابتن حسين قال كده ليه ولا عشان ايه معرفش، ولكن انا قدام حاجة تحتاج الى تفسير. الفلوس اتحصلت بالجنيه المصري، لماذا قال الكابتن حسين لبيب انه تم تحصيلها بالدولار؟ سؤال بريء جدا جدا جدا. معقولة يكون ما سمعش حوار سيادة النائب حسام المندور حسيني أمين الصندوق مع إبراهيم فايق؟ معقول؟ ولا احنا فهمنا غلط؟ الكلام كان واضح.
برضو عايز استفسار، هنا مش عايز تأكيد لأن الشيك بالمصري والفلوس دخلت بالمصري، عايز تفسير ليه؟